عضو لجنه التحكيم في فرانس فوتبول عشان نتكلم عن تفاصيل اكتر. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يحيى واميره، ازيك؟ صباح الفل يا ايناس، وحشاني. وانتي كمان. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ناس امبارح طبعا يعني ناس كتير زعلانه، شايفين ان محمد صلاح فكره ان هو ياخد المركز السابع، يعني شايفين ان الموضوع ده ما فيهوش عدل الى حد ما. قول لنا بقى التفاصيل والكواليس عندك من داخل الاحداث، ايه اللي حصل والتقييم يعني من محمد صلاح امبارح كان بناء على ايه؟ بصي، التقييم عامة بيكون يعني في معايير بيطلبوها مننا كصحفيين، ان في يعني عند عملية التصويت، منها طبعا ان لازم اللاعب اللي انت بتختاره او بتديله صوتك ان لازم بيكون مثلا الانجاز الفردي والجماعي حقق ايه في خلال هذا السنة، سواء مع الفريق او مع المنتخب بتاعه، موهبة اللاعب نفسها وأدائه داخل الملعب واللعب النظيف بينظر في الاعتبار كمعيار تاني، والمعيار الثالث هو الجنرال بيرفورمانس، الأداء العام للاعب سواء داخل الملعب او خارج الملعب وفي جميع نواحي الحياة. لكن برضو ما نقدرش نقول ان طبعا هم لما بيدونا 30 اسم هم بالنسبة لهم ان كل واحد من ال 30 اسم دول جدير بانه يفوز بهذه الجائزة، لكن بتبقى بقى اختيارات الصحفيين، لازم بنختار 5 وبنختارهم وبنحددهم بالترتيب، يعني كل واحد فينا بيكتب بالترتيب من الاول للخامس، وبيبقى عارف ان الاول ده هياخد 6 نقط ومن الثاني بعد كده بقى من الثاني بننزل 4، مش بقى ايه يعني 6 وبعدين بنسيب رقمين، بننزل بقى 4 3 2 1، فكل واحد بيرتب على حسب طبعا هو. لكن ما نقدرش برضو ننكر ونقول ان برضو حتى يعني اي حد بيبقى بينتخب او بيرشح حد بيدخل فيها، في ناس بتاخدها بروفيشنال قوي، في ناس بيبقى عندها اهواء مختلفه ووجهات نظر مختلفه، ممكن انا ابقى شايفه حد كويس جدا جدا جدا، واحد تاني يقول لي لا انت ما بتفهميش حاجه، ده فلان الاقدر. كل واحد ليه رؤيه وكل واحد ليه انطباعات مختلفة، فعلشان كده هو ده. بس بأمانة ربنا أنا ما كنتش متوقعة خالص لصلاح إن هو يبقى في المركز السابع، أنا كنت متخيلة ضمن طبعًا. أول 5 على الأقل يعني طبعًا. أستاذة أنيسة، يعني يمكن امبارح الأصوات يعني بتقول إن محمد صلاح واخد 121 صوت وفرق كبير جدًا بينه وبين ليفاندوفسكي أو ميسي يعني، وكمان جورجينيو ونيجولو كانتي، واحد في المركز الثالث واحد في المركز الخامس، فده بيقول إن التصويت كان بناء على معايير مختلفة شوية زي ما حضرتك بتقولي، إن في ساعات حاجات لو هتتكلم عن ألقاب فردية فمحمد صلاح هو الأفضل في اللي موجودين، ولكن الألقاب الجماعية ممكن هي اللي تكون ظلمت محمد صلاح. ما هو بالظبط هو ده اللي حصل، لان طبعا ميسي هو اللي رفع ميسي الكوبا امريكا، خصوصا ان هو ده بالظبط، وخصوصا ان ده هو كمان كان يعني ميسي لحد فتره كبيره ما كانش يعني معاه برضو يعني لقب قاري، لقب قاري ده يعني جاله السنه دي. طبعا هو طبعا خد الجائزه 7 مرات قبل كده بألقاب كتير، بس كانت مع فريقه برشلونه قبل كده، فالوضع كان مختلف. ناس كلها بأمانة كانت ما بين ليفاندوفسكي وصلاح وبنزيما يعني على فكرة كمان. هو ماشي بشكل كويس جدا طبعًا. يعني جورجينيو برضو الألقاب جداً. الجماعية سواء تشامبينز ليج مع تشيلسي أو اليورو مع منتخب إيطاليا، أعتقد دي هي اللي نفعته. بالظبط بالظبط، الالقاب زي ما بقول لك، الالقاب الفرديه والجماعيه، عشان كده هو ده المعيار الاول. يعني الثلاث معايير مترتبين، المعيار الاول ان لازم يبقى فيه انجاز. يعني انا عايزه اقول لكم، انا فاكره ان يعني صلاح من اول ما دخل البالون دور كان من 2018 2017 انا حد من الجريده قال لي ايناس انتوا لو كنتوا اخذتوا مصر كانت خدت الامم افريقيا 2017 كان دخل في ال 30، لكن هو ما دخلش اساسا علشان لكن من 2018 ابتدى يبقى عنده القاب بعد كده من انجلترا بقى، من الفريق مع فريقه ابتدى يعمل مع ليفربول، فابتدى يعمل انجاز، وفي يمكن في 19 كان اخذ المركز الخامس، يعني كان خلاص بقى يعني دخل في التوب 5 طبعًا. وهم دايما احنا لما بنختار توب 5، فهو كان دخل في التوب 5 بسبب انجازات مع ليفربول وفي الشامبيونز ليج،
فدي ألقاب. فهو السنة دي ما كانش لسه فيه ألقاب، وهو حتى الفترة الأخيرة تألق جدا جدا جدا، اللي هو في المعيار الثاني بالضبط على المستوى الفردي، والمعيار الثاني اللي هو اللعب النظيف بالإضافة طبعا إلى موهبة اللاعب، يعني زي ما شفنا الأهداف بتاعته كانت ما شاء الله يعني. طيب ناس، أنا عايز أسألك، يعني كان ليكي حق التصويت امبارح وكنت رافضه انك تعليني غير بعد لما النتيجه تطلع، قولي لي بقى يعني خمسه وزلت. رتبتي الخمسه اكيد اخترتي محمد صلاح يا ناس في الاول. بصي اكيد، بصي انا هقول لك حاجه، فزوره. هي مش فزوره، بصي انا الخمسه الاوائل اللي طلعوا اوكي انا اخترت منهم اربعه تمام، بس من اللي موجودين بترتيب مختلف تمام، وكان معاهم محمد صلاح. صلاح طبعا 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 اكيد، بس لما بس الاسامي الخمس لعيبه هم اللي موجودين يعني، اللي هو ما أيوة ما ما خرجوش يعني، ما جبتيش حد من كريستيانو، حد من كيفن دي بروين، امبابي، كل دول كانوا بعيد. لا لا، كل دول كانوا بعيد، كانوا الاربعه موجودين بلس بصراحه صلاح. يعني يبقى انت يا استاذ ايناس شلتي نيجولو كانتي وحطيتي صلاح مكانه. لا مش كانت. طيب خلينا لسه في الفزوره. طيب ايناس، عايزه اسالك، يعني البعض امبارح اتكلم وقال ان كريستيانو فكره ان هو يجي قبل صلاح ده يعني الناس كانت مستبعداه تماما، انت شفتي فكره ان كريستيانو سبق صلاح بمركز؟ اه هو مركز وما كانش من الخمسه الاوائل، ولكن هو يجي في المركز السادس شفتيه ازاي؟ بصي شفته زي ما بقول لك، يعني بصي في حاجة مش عارفة بنسميها ازاي، بس مش هنقول بقى الأهواء، لكن هنقول في تعود. الناس اتعودت ان دايما ميسي ورونالدو، ميسي ورونالدو، ميسي ورونالدو، مع ان خلاص بقى، واحنا وصلنا دلوقتي للوقت، بدليل ان ليفاندوفسكي كسب جايزة الفيفا ذا بيست السنة اللي فاتت طبعا، لما البالون دور ما اتعملتش. فهم تحسي كده ان الناس حتى بما فيهم الاعلام مش متخيل ان هو هيجي الوقت اللي مش هيبقى فيه ميسي ورونالدو، او ان هو يدفع بوجه جديد يعني، فاهمه؟ واعتقد الوقت ده قرب يا استاذه انيس، يعني الوقت ده انت بتتكلم ممكن السنه الجايه كريستيانو رونالدو ما يكونش موجود. بالظبط اكزاكتلي، يعني هو دلوقتي دي البدايه يعني، دي البدايه. و بس طبعا بالنسبه لميسي هي مشيت معاه عشان اللقب طبعا، يعني عشان انا اعتقد ان هو عشان وجوده في باريس سان جيرمان اعتقد يعني، وبالظبط بالظبط كمان انتقاله كمان من برشلونه لباريس سان جيرمان، فيعني الوضع اختلف. طيب انا عايزه كمان يا ناس اطمن منك على منتخبنا الوطني والاستعداد، يعني اخر الاستعدادات، انا عارفه انك موجوده في الدوحه هناك، اخر الاستعدادات لمباراه الغد امام لبنان، مؤتمر صحفي هيكون كمان شويه، يعني ايه الاجواء عندك والاستعدادات كمان، ولو عندك معلومه عن الحضور الجماهيري؟ بصي طبعا هو هيبقى فيه حضور جماهيري، بس طبعا هيبقى كله بالفان اي دي. الدنيا هنا منظمه جدا جدا، وطبعا علشان الكوفيد في طبعا جماهير هتبقى موجوده، بس لازم كله فاكسين، ويعني عارفه عشان يعملوا الفان اي دي بيخشوا في مراحل طويله جدا جدا، لكن هيبقى فيه حضور جماهيري. التنظيم طبعا هنا ما شاء الله يعني في غايه الروعه. القصه كمان ان بالنسبه للمنتخب، يعني انا ما اكذبش عليكي، انا ما رحت ان انا موجوده هنا مع الفيفا كمنسق اعلامي مع الفيفا، فانا مسؤوله عن فريق معين، فريق اخر عن فريق السودان، فما بيبقاش عندي وقت ان انا اروح اتابع، لكن انا بتابعهم طبعا، وهم طبعا في تدريبات وفي مؤتمر صحفي كمان شويه، يعني احنا هنبتدي النهارده عندنا 8 مؤتمرات صحفيه، كل واحد فينا بيدير المؤتمر الخاص بيه، المنتخب المسؤول عنه، المنتخب المصري مسؤول عنه الزميل محمد ثابت، فهو طبعا اللي هيكون موجود، وهو طبعا متابعهم عن قرب، لكن على طبعا ما بسمع وبعرف منهم ان الامور طبعا ماشيه الحمد لله، بيتدربوا وربنا يا رب يسهلها ان شاء الله، إن شاء يعني الله في مباراه بكره ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ليهم يا رب باذن الله. ايناس مظهر احنا بنشكرك، شكرا جزيلا يا ايناس.